تمام العاشرة، نشرة للأخبار من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. بداية، ترأس أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اجتماعا تقييميا استمع فيه إلى عرض حول آخر التحضيرات المتعلقة بألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022، ليقدم عقب ذلك السيد الرئيس توجيهاته باستكمال الترتيبات لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية الدولية وإعطاء صورة مشرفة تكون في مستوى سمعة الجزائر. عقد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة أمس جلسة عمل مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، كما أجرى مباحثات ثنائية مع رئيس مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف. المحادثات تمحورت حول أبرز المحاور التعاون بين الجزائر وروسيا وآفاق تعزيزه في مختلف المجالات، فضلا عن المسائل المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة قصد إضفاء ديناميكية جديدة على الآليات التي تؤثر العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وللتذكير، يتواجد العمامرة في موسكو رفقة وزراء خارجية كل من الأردن، السودان، العراق، مصر، الدول العربية لإجراء مشاورات مع الجانب الروسي في إطار الولاية المنوطة بمجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري للمساهمة في إيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا. هذا وأكدت مجموعة الاتصال العربية بعد لقائها مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الموقف العربي حول أزمة أوكرانيا ويتلخص في تأييد جميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية بما يحفظ أمن وسلامة الشعوب في هذه المنطقة الهامة من العالم. ومن المنتظر أن يجري الوفد الوزاري العربي المتواجد بموسكو اتصالات مع الجانب الأوكراني اليوم في العاصمة البولندية وارسو. وفي مستجدات الوضع بأوكرانيا، يعتزم قادة الاتحاد الأوروبي مناقشة فرض حزمة إضافية من العقوبات ضد روسيا غدا على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا، وقد تشمل القيود الجديدة حظر استخدام السفن الروسية للموانئ الأوروبية وإمدادات الطاقة في غضون ذلك. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة خاصة يناقش فيها الأوضاع في مدينة بوتشا بعد الاتهامات المتبادلة بشأن ارتكاب فظائع ضد المدنيين. في الشأن الطاقوي، قفزت أسعار النفط إلى أكثر من 3% بسبب استمرار النزاع في أوكرانيا والضغط على الدول الأوروبية لفرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، الأمر الذي أثار مخاوف جديدة في السوق بشأن نقص المعروض، حيث ارتفع خام برنت 3.14 دولارا أو ما يعادل 3% عند التسوية ليصل لأكثر من 107 دولار للبرميل، مع ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لأكثر من 4 دولار ليبلغ بذلك 103.28 سنتا للبرميل. وصف رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطي الأمين العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي أمس تحول موقف الحكومة الإسبانية بشأن قضية الصحراء الغربية، وصفه بالخطير للغاية والمخالف لموقفها المؤيد سابقا للحل القائم على قرارات الأمم المتحدة. وقال الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في مقابلة صحفية إنه من الواضح أنه تحول جذري غير متوقع من بلد قائم بحكم القانون بإدارة الصحراء الغربية المستعمرة الإسبانية السابقة. وميدانيا، شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات مركزة استهدفت تخندقات قوات الاحتلال المغربي بمنطقة العيديات بقطاع أم دريكا، مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات حسب ما جاء في البيان العسكري رقم 498 لوزارة الدفاع الصحراوية.
في الملف النووي الإيراني، حملت طهران الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية توقف محادثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، حيث أكدت الخارجية الإيرانية أن الوضع راهن في محادثات فيينا، سببه عدم اتخاذ واشنطن القرار السياسي اللازم، مشيرة إلى أن إيران لم تتلقى أي رد من الأمريكيين بشأن مطالبها. وبذا نصل المشاهدين إلى ختام النشرة، شكرا المشاهدين على المتابعة، بأمان الله.